الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته ومقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي لا تتعامل إلا مع الأقوال والكلمات، ولا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع. أقدمها لنفسي ولإخواني وأخواتي في الأمة في أنحاء الأرض في زمن طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت، وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات، وفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. ذلك لأن كثيرا منهم يظن أن الحياة ستنتهي بالموت، وتناسى هؤلاء أنهم سيعرضون على رب الأرض والسماء ليقال لكل واحد منهم اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تحدثت في اللقاءات الماضية بتوفيق الله وحوله ومدده عن أهم العلامات الصغرى للساعة، وأعتقد أن جل العلامات التي أخبر عنها رسول رب الأرض والسماوات قد وقعت، بل حين أفتش في العلامات الصغرى أرى أن كل العلامات قد وقعت باستثناء علامات قليلة قليلة. منها على سبيل المثال ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 99 ويبقى واحد، فيقول كل واحد منهم: لعلي أنا الذي أنجو. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أوصانا الصادق صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فمن حضره منكم فلا يأخذ منه شيئا. ولا شك ولا ريب أن هذا الجبل إنما هو جبل من ذهب حقيقي، وليس كما قال بعض أهل العلم
المراد بجبل الذهب هو الذهب الأسود النفط؟ لا لا، بل هو ذهب حقيقي. لا أستطيع أن أجزم، وإن كنت قرأت بنفسي بعض الأخبار تؤكد أن الأقمار الاصطناعية قد صورت جبل الذهب في نهر الفرات في العراق، لكني لا أستطيع أن أجزم بذلك حتى يتضح الأمر. ونحن نعيش الآن عصر الاتصالات والمواصلات، وسيظهر كل شيء في حينه، لكن تبقى بعض العلامات التي تكون مقترنة بالعلامات الكبرى كما ذكرت، وسأذكرها في حينها مع العلامات إن شاء الله جل وعلا. لكن تعالوا بنا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، لنشرع من الليلة بإذن رب الأرض والسماوات في الحديث عن العلامات الكبرى للساعة الكبرى. نعم، خلي بالك معاه بقى، لأنك ستسمع كلاما جديدا جدا عليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. العلامات الكبرى ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه. خلي بال حضرتك، قال حذيفة: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر، الصحابة في مجلس جميل يتحدثون ويتذاكرون ويتناقشون، لكن في ايه يا ترى؟ في الساعة، في الآخرة. فهؤلاء يعيشون في الدنيا وقلوبهم معلقة بالآخرة، يغرسون ويزرعون ويتاجرون ويبدعون، لكن قلوبهم معلقة بالآخرة، لأنهم يعلمون يقينا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فاطلع عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ما تذاكرون؟ انتم بتتكلموا في ايه؟ بتتناقشوا في ايه؟ فقالوا: نذكر الساعة يا رسول الله، نذكر الساعة يا رسول الله. اسمع بقى ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال وهو الذي الهوى بأبي وأمي وروحي، قال: إنها لن تقوم، يعني الساعة، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. عد معايا كده وخلي بالك، قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. لا والله يا شيخ محمد، تاني الحديث ده، تاني، لأن احنا نشرع بقى في العلامات الكبرى، نركز كده معايا ويعني نسمع تاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام في العلامات الكبرى. حاضر، صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. بتتناقشوا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ قالوا في الساعة. قال: لا لا لا، الساعة مش هتقوم، القيامة مش هتقوم، لن تقوم القيامة إلا بعد 10 آيات. ايه هم بقى؟ قال، فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان، هنعرف يعني الدخان، والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك، يعني وآخر هذه العلامات، نار تخرج من اليمن، وفي لفظ: من قعر عدن، تطرد الناس إلى محشرهم. اللهم نجنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. طيب تعالى، يا ترى هتتكلم الليلة دي عن ايه في هذه العلامات الكبرى؟ الحقيقة
في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه.